حال المدارس في القرى وخاصه القرى الصعيد ما كانتش احسن حاجه ولو ما كانتش احسن حاجه احيانا بتكون مكدسه او زي ما شفنا في التقرير اللي فات احيانا بتبقى بعيده على كثير من الطلاب يعني زي ما قالت بيضطر احيانا ابنها انه يمشي 2 كيلو يوميا رايح جاي واحيانا بتبقى المسافه اكبر بكتير من كده ممكن تروح من قريه لقريه او من قريه للمركز نفسه عشان تروح المدرسه اعتقد ده اللي بتحاول مبادره الحياه كريمه ان هي تقضي عليه تلك المشاكل المتعلقه مش بس بالانشاءات ولكن ايضا بالتوزيع العادل للمدارس والفصول وكمان بكثافات تكون محترمه تليق بالناس. في اهتمام كبير بتأديد مدارس وكمان انشاء مدارس جديده وزياده الفصول و لو خدنا مثال مثلا قريه نزة قرار لو انا قلتها صح طبعا وزمايلي يصلحوا قريه تابعه لمركز بنفلوط في محافظه اسيوط كان ليها نصيب كبير من خطه بناء المدارس وتم انشاء 27 فصل جديد واعاده تاهيل المدرسه الموجوده بالقرن